ثاني مقابله للجهاز الفني، كنا محضرين المقابله بتاعنا كما يلزم، كنا غالقين التمارين بتاعنا، كنا مركزين باش نبداو الموسم بلقب اللي خلينا نواصلوا العمل بتاعنا. كنا نلعب في مصر السوبر، اول مره نلعب سوبر في مصر قدام جمهور بتاع نادي الاهلي الكبير، فالحمد لله توجنا باللقب اللي وصلت بعد المقابله نرقص في في الطاوله نتاع العشاء نتاعنا. كان ليك وقتها لكن لقطات حلوه وقتها. كان في يعني فرحه كبيره من ان احنا توجنا باللقب هذاك. خدت الكاس انت وقتها وطلعت طلعت بيها وقعدت تحتفل وترقص وقتها. الحمد لله كان لا كان في يعني اجواء ممتازه في الفريق، اجواء اللي مع مدرب جديد فاول لقب في بدايه الموسم اللي خلينا الناس كل نتبشر بعام ممتاز. عايز اكلمك في منطقه مهمه جدا ومباراه